متكلم. كلنا طبعا عارفين ضمائر المتكلم اللي بتكلم بيها عن نفسي او بنتكلم بيها عن نفسنا، وهما اتنين بس، انا ونحن. انا دي بستخدمها لما اكون هتكلم عن مفرد او مفرد مذكر او مفرد مؤنث، عن المفرد بس. يعني انا تستخدم مع المفرد، انا مهندس، انا طبيب، انا اذاكر، انا العب، بتكلم عن نفسي بس. اما نحن، لا، نحن بتستخدم للي اكتر من واحد. يعني لو مثنى يمس ناخد نحن، او لو مثنى ناخد نحن، ولو جمع برضك ناخد نحن. يبقى انا للمفرد ونحن لغير المفرد. يعني ايه لغير المفرد؟ يعني للمثنى او للجمع. اقول ايه؟ نحن نلعب، نحن مهندسان، نحن طبيبان، نحن ممرضتان. ما ينفعش اقول انا ممرضتان، لا، دي انا حاجة واحدة بس. اما نحن بتيجي مع غير المفرد، يعني سواء كان مثنى او كان جمع. اتفقنا؟ سهلة، ضمائر المتكلم طبعا. طيب هناخد دلوقتي تدريبات عليها وهنحلها سوا، بس ثانية واحدة اعمل بس شير ليها. ظهرت قدامكم؟ ايوه ظهرت. طيب هنبدأ من الأولاني، من أول كلمة. أنا أحب أمي. هو هنا جايب لي نشاط للمفرد والناحية التانية للجمع علشان أقدر أفاضل أو أفرق ما بينهم. عندي أنا أحب أمي، يبقى نحن إيه يا إيلا؟ نحب أمنا. نحب أمهاتنا. طيب يلا يا مروان كده معايا، أنا نقط بالنجاح وكاتب لي الناحية التانية نحن نفرح بالنجاح، يبقى المفروض أنا إيه؟ أنا أفرح بالنجاح. برافو عليك. يلا يا مازن، أنا أذاكر دروسي، المفروض الناحية التانية تبقى إيه؟ نحن إيه؟ نحن نذاكر دروسنا. برافو عليك. يلا يا مريم، أنا نقط النجاح، نحن نقط النجاح. طيب أنا هكمل واحدة علشان تعرفوا تعملوا. أنا أحب النجاح، يبقى نحن إيه؟ نحن نحب أنا برافو نحن نحب النجاح. برافو عليكي. يلا يا إيلا، أنا أقول الصدق، يبقى نحن إيه؟ نقول الصدق. جدعة. يلا يا مروان، أنا أثق من الفوز، يبقى نحن إيه؟ نثق من الفوز. نثق من الفوز. يلا يا مازن، أنا أهتم بدروسي، يبقى نحن إيه؟ نحن نهتم بدروسنا. جدع. يلا يا إيلا، يا مريم معايا، نقط أذهب إلى المكتبة، الناحية التانية نحن، يبقى هو كان عايزني أعمل إيه قدام؟ ازاي كده؟ عشان انا مش شايفاه. بصي يا حبيبتي، أهي انا هذهب الى المدرسة، انا اذهب الى المكتب. طب عايزة أخليها بقى بنحن، هنعملها إزاي؟ نحن نذهب الى المكتب. برافو عليكي. يلا يا إيلا، أنا أشارك في اللعب، نحن إيه بقى؟ نحن نشارك اللعب. دي اللعب. برافو عليكي. يلا يا مروان، الكاملة عندي، نحن نحب السباحة، يبقى المفروض الناحية التانية تبقى أنا إيه؟ أنا أحب السباحة. جدع. يلا يا مازن، أنا أحترم الكبير، نحن إيه؟ نحن نحترم الكبار. الكبير برضه. هو هنا مش عايزني أجمع الصفة، أنا هنا بوصف الشخص إن هو كبير، تمام؟ نحن نحترم الكبير. تمام. يلا يا مازن، أنا أستطيع الفوز، يبقى نحن إيه؟ نحن نستطيع الفوز. برافو عليك. يلا يا مريوم، أنا أحاول ركوب الدراجة، يبقى نحن إيه؟ نحن نحاول ركوب الدراجة. تمام. يلا يا إيلا تاني، أستطيع القفز، نستطيع القفز. دي هتاخد إيه ودي هتاخد إيه يا حبيبتي؟
نحن أنهي واحدة اللي هتاخد نحن؟ نستطيع. نستطيع. طب وأستطيع تاخد مين؟ أنا تمام، برافو عليك. طيب يلا يا مروان، بص نعم. هو هنا شايل لي أول حرف من الفعل، هي فعل الجري. تمام، يبقى أنا إيه بسرعة؟ لا أنا أنا اللي عايزة مش أقول فاكر الجد. أنا بجري. يا أثناء أنا أنا إيه؟ أجري، أنا أنا أجري. طب أحب الجري، ونحن؟ نحن نحب الجري، لا لا، أنا نحن نجري. نجري. برافو عليك. يلا يا مازن، نقط ماشي، تشارك في المسابقة. أشارك في المسابقة. تاخد ايه؟ أنا أشارك في المسابقة، تمام، نحن نشارك في المسابقة. جدع. يلا يا مريومة، انا احب امي، تبقى الناحية التانية ايه؟ نحن نحب أمنا أمنا. برافو عليكي. يلا يا ايلا، انا اقرأ قصة مسلية، الناحية التانية تبقى ايه يا ايلا؟ نحن نقرأ قصة مسلية. تمام. يلا يا مروان، الكاملة عندي نحن نجلس في فصلنا. أنا أجلس في فصل. انا اجلس ايه؟ في فصل. في فصلي. برافو عليك. طيب يلا ياه، مين اللي عليه الدور؟ مازن. انا استمع الى معلمتي. نحن نستمع إلى معلمتنا. معلمتنا. برافو عليك. طيب يلا يا مريومة، نستطيع سنحاول، ناخد لها ايه، انا ولا نحن؟ نحن جدع. يلا يا إيلا، أرسم صورة نعم الفيل، تاخد مين، أنا ولا نحن؟ أنا. برافو عليك. يلا يا مروان، أحرزت هدفا في السلة، أحرزنا. أحرزت. أنا ها، أحرزت هدفا في السلة. أنا تمام. أنا تمام. يلا يا مازن، نزرع البستان. نحن نزرع البستان. طيب يلا يا مريومة، نثق في أنفسنا، بأنفسنا، نحن نثق في أنفسنا. مثل بأنفسنا. ماشي تمام. يلا يا إلى آخر واحدة، أتدرب كثيرا، أنا أتدرب كثير. أنا أتدرب كثيرا. سهلة حصة النهاردة. أيوة جدا. أيوة مش طيب دي كانت مراجعة أيوة على اللي احنا اخدناه طول فترة الكورس بتاعتنا، عملنا عليه فكرة اللعبة، تمام، وشرحنا حاجة صغيرة عشان تكون حصة خفيفة النهاردة. برضو في النهاردة هندي قطعة، هنملي قطعة يعني على قواعد الإملاء القديمة، أشوف دنيتكم في الإملاء إيه. تمام، حاضر. طيب يلا كده كله يطلع الكراسة بتاعته والقلم يجهزهم يعني. ثواني ثواني اجيب الكراسة والقلم ماشي وانا خلاص، مش ماشي يلا بسرعة. يلا يا مسي ابدأي. لا مش لسه مين بيقول لسه؟ ابدأ. حد ابدأي. مدرسة الضياء، مدرسة الضياء، ده العنوان في نص السطر. ينفع يا مسي تعيدي من الأول؟ أنا حاضر، أول كلمة مدرسة الضياء.
اللي يخلص يرفع ايده طيب عشان اشوف بس هعمل ينفع لي. نستعيد في الأول؟ والله حاضر، دي اول كلمة، مدرسة الضياء، ده في نص السطر. اللي يخلص يرفع ايده علشان اشوف. تمام، ايه لو مروان ومازن لسه مخلصتوش؟ خلصت. تمام يا مروان. ايه لو مازن؟ ايه لا؟ طب ايه، اكمل ولا؟ كملي يا ميس. لسه يا ميس. طب يلا يا ميز، مش بترد عليا ليه؟ تمام يا ايل. بس هي كلمة اسمها يلا، ايه؟ مدرسة الضياء، لسه كاتبينها. دي قلناها في نص السطر. مازن قال لسه ما خلص، فمستنيه يخلص. ها يا مازن، خلصت طب يا قولنا مش كلمة بعدها؟ ايه يا بابا؟ قولنا الكلمة اللي بعدها. طيب يلا من اول السطر، مدرسة بعد ما ده مضيئة، مضيئة. كتبت مضيئة. ايوه يا ميس. بنور بعد العلم، بنور العلم. بعدين ميس. كتبته بنور العلم. تكشف ينفع تعيديها تاني؟ من أول فين يا إيلي؟ إلى آخر حاجة وصلت لها فين؟ آخر حاجة وصلت لها هي اللي بعد العلم بنور. ايه؟ بنور آخر حاجة وصلت لها بنور العلم يا إيلا. طيب ماشي، تكشف بعد نور العلم، تكشف تمام يا مازن، مريم، مروان كمان خلص. خلاص كله كتب تكشف. لأولادها، لأولادها. بعض الأولاد مش كله كتب كده معايا لحد أولادها. طريق، طريق. التفوق، طريق التفوق.
بعدين يا ميس. كله كده كاتب لحد التفوق، حد لسه متأخر عن الكلمة دي؟ لسه يا ميس. طب يلا يا مازن، في كلمة ايه؟ في كلمة قربت أخلص، في كلمة التفوق. طب يلا، حد تاني متأخر؟ مش صعب لتفوق ايه؟ بعد التفوق وتسعى، وتسعى قبل التفوق. قبل التفوق تكشف لأولادها طريق التفوق، طريق التفوق وتسعى. بعد وتسعى مش كله كده واصل لتسعى. دائما كتبته دائما. ايوه ميس. لرفع، لرفع كتبته لرفع ايوه ميس. شأن، شأن هاي، كتبنا كلمة شأن. بعد شأن يا ميس. حاضر يا مريم، كله بعدين كده معايا في شأن. أيوة يا ميس. أبنائها، أبنائها بعد أبنائها. خلاص كده، أبنائها آخر كلمة. كله كده كتب معايا. حد متأخر في كلمة عايزني أعيد؟ كله تمام النهاردة؟ حد محتاج ايوه يسأل يا ميس. حاجة؟ يا ميس ما تبعتلنا يا ميس على الفيسبوك طريقة نعمل اللي هي المسابقة دي، عشان حاضر يبقى من عليه. حاضر، هبعتها لك. حد عايز يسأل في حاجة تاني؟ حد عايز مني حاجة تاني النهاردة؟ لا شكرا. هبعت لكم الواجبات، وأتمنى تلتزموا بالواجبات لأن الحصة اللي فاتت ما جاليش واجب. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا استنى يا الإملاء ميس، بتاعتكم تقفلوا وتبعتوا لي على الواتساب على طول. يا ميس هبعتها لك. ماشي يا مازن، برافو عليك. يا ميس هبعتها لماما، وماما هتبعتها لك. ماشي تمام، يلا باي باي.